على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن محياي، وترتيلي ونجواي شعاع في حناياي، ضياء في محياي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل قراءة صفحات في تاريخ الإخوان المسلمين. وكنا قد بدأنا في الحديث عن فترة الحرب العالمية الثانية التي امتدت 6 سنوات من 1939 إلى 1945، وكانت حافلة بالتطورات. وسقنا إجمالا بعض هذه التطورات وذكرناها بشكل عابر، ولكن يحسن بنا حتى نلم بالموضوع إلماما أكثر دقة أن نبدأ بطرح الاستراتيجية أو السياسة التي اعتمدها البنا للجماعة في تلك الفترة. فطبعا كان معلوم أن العالم مقبل على فترة ساخنة من الأحداث الكبيرة، وكان معروف أنها قد ترتقي إلى أو تصل إلى حد حرب عالمية كونية مثل التي كانت في مطلع القرن الماضي ما بين 1914 إلى 1918 وسميت بالحرب العالمية الأولى. فكان الشقاق والتناحر الأوروبي أو الغربي بين القوى المختلفة ينبئ أو ينذر بشيء من هذا القبيل، وقد صدق هذا الحدث لدى من توقعوه. فكانت أشد وطأة وأطول عمرا من الحرب الأولى. وبالرغم من عدم دخول مصر رسميا في الحرب أو اشتراكها، لكنها من الناحية الفعلية قد عانت وتأثرت بها باعتبارها كانت محتلة من بريطانيا التي كانت من الدول الفعالة في الصراع بين أوروبا الغربية من ناحية وروسيا في مواجهة دولتين حليفتين سميتا بدولة المحور وهما إيطاليا وألمانيا النازية. وكان على مصر أن تدفع الثمن مثل سائر المستعمرات البريطانية التي استخدمتها أو استخدمت مواردها الدولة المحتلة لتسير عجلة الحرب. نعود إلى ما سميناه سياسة عامة لجماعة الإخوان كما أراد البنا لها أن تكون في تلك الفترة، الذي جعله يعني يضع المبادئ لتصرفات الجماعة والاهتماماتها، كان محكوما ليس فقط بسخونة الأوضاع وبما هو محتمل أن يحدث من اختبارات أو ابتلاءات كبيرة، بل إنه أيضا كان مدركا التطور الداخلي في داخل الجماعة نفسها. وأعني بذلك أنه كنا ذكرنا أن العمل الطلابي قد توسع بعد
انتقال قيادة الإخوان إلى القاهرة حيث مقر الجامعة. وكانت لجنة الطلاب من أنشط اللجان، واستطعت أن تستقطب عددا كبيرا من الشباب المتحمس الذي آمن بفكرة الإخوان وأراد أن يحقق أهدافها. وكانت طبعا الميزة الكبرى لجموع الطلاب في أي تحرك سياسي أو اجتماعي أن عندهم من الطاقة وعندهم من الحماس والاندفاع ما يجعلهم مقدمين بكل جرأة وطموح للوصول بأسرع ما يمكن إلى آمالهم وإلى الأهداف التي يريدون إنجازها. كان على البنا وغيره من حكماء الجماعة أن يحاولوا توجيه هذا الحماس وتهذيبه بالطريقة التي تخدم الأهداف الطيبة الإصلاحية للجماعة كجماعة إصلاحية تقوم على أسلوب التدرج والإصلاح الهادئ الذي لا يشبه عنف ولا ثورية متعجلة قد تجذب البعض ولكنها في النهاية قد تجلب من المشكلات أكثر مما تقدم من حلول. ولهذا هو وجه في رسالة المؤتمر الخامس الأنظار إلى عدم التسرع وإلى الأخذ بالأسباب وإلى الشعار الإسلامي الكبير الذي وضعه الإخوان على راياتهم وأعدوا أنه لا بد لأي حركة إصلاحية لتنجح أنها تحسن تقدير إمكاناتها ووضعها في المكان الصحيح واستخدامها بالشكل الملائم للوقت وللمكان. وغير ذلك يعني استنزافا لهذه الطاقات وتبديدا لها دون داع. فهو كان يريد أن يستفيد بالوضعية الخاصة التي ستدخل فيها البلاد عند إعلان الحرب ليبني أو ليقوي من بناء جماعة المسلمين جماعة الإخوان المسلمين ولينمي هذه القدرات. وبالتالي رأى أنه من الحكمة أن لا يدخل الإخوان في مواجهات سياسية مع السلطات سواء كانت السلطات المصرية أو السلطات الإنجليزية التي بيدها المقاليد الحكم الحقيقية. وكان تجنيب الإخوان الدخول في هذه الصراعات مقصود به أن تنصرف كل الجهود والإمكانات لتقوية البناء الإخواني وهي تقوية أفقية ورأسية. أفقية بمعنى زيادة الانتشار بين قطاعات المختلفة للمجتمع المصري بشرح مبادئ الدعوة وتعريفها للناس ودعوتهم للانضمام إلى صفوف الإخوان، وبالنهاية طبعا ما يترتب على ذلك من زيادة أعداد أعضاء الجماعة. هذا من ناحية أفقية. ومن ناحية رأسية تنمية وتدعيم قدرات ومهارات الأعضاء العاملين وإكسابهم الخبرة العملية عن طريق ممارسة العمليات الإصلاح المختلفة
في الواقع العملي بعد أن اكتفوا أو أخذوا حظا طيبا من التنظير والكلام النظري الذي يضع أسس هذا الإصلاح ويقدم الدلائل من القرآن والسنة على وجوبه وعلى منهجيته. فهذا في حد ذاته نشاط كبير يحتاج إلى كثير من الوقت ويحتاج إلى تفرغ وعدم انشغال بالقضايا السياسية الساخنة التي في كثير من الأحوال تصل إلى حد المهاترات والجدال العقيم. وكانت المسألة الصعبة هو أن يتم تطبيق هذا المنهج مع عدم إهمال الأمور أو القضايا الكبرى السياسية في المجتمع، يعني بمعنى لا بد أن تحافظ أيضا الجماعة كجماعة أو أفرادها يحافظون على متابعة التغيرات اليومية والتحديات السياسية التي تواجه المجتمع حتى لا يكونوا بمعزل عنها، ولكن تكون الأولوية كما قدمت لعملية البناء الداخلي للجماعة وتعزيز قوتها، وبل إذا استطاعت أن تنتشر خارج القطب المصري فتجتذب تأييد أو مساندة المسلمين في بلاد أخرى خارج مصر. وقد نجح البنا إلى حد كبير في هذه الخطة، وأثناء سنوات الحرب لم يورط الإخوان في صراع مع السلطة الحاكمة. وهو أيضا كان يعني منتبها لحقيقة مهمة، وهي أنه في ظرف الحرب تعلن الأحكام الطوارئ أو ما يسمى بالأحكام العرفية، وبالتالي تكون السلطات عندها من الآليات ومن القوانين ومن الذرائع التي تسمح لها بتجاوز القانون العام الذي تمشي عليه البلاد، بل بوضع قوانين وتعليمات خاصة تعطيها صلاحيات تتجاوز القانون، وبالتالي تستطيع أن تبطش وتضطهد وتصادر كل من تحب أن تتغلب عليه أو تقضي على نشاطه. وفي مقدمة هؤلاء بالطبع كان الإخوان مرشحين ليكونوا هدفا للحكومات المختلفة تضطهدهم وتحاربهم بدعوى خروجهم على السلطة في زمن الحرب، وهذا يبقى أو يهبط إلى مستوى الخيانة العظمى. فبالتالي لم يكن من الحكمة إطلاقا أن يتورط الإخوان في شيء مثل هذا. وأيضا أدرك البنا بذكائه أنه على الرغم من أنهم سيتجنبون مشكلة السياسة، إلا أنهم لن يعدموا الوسيلة لعملية الدعوة، لأنه في تقدير هذه الحكومات أن ابتعاد المعارضة لخطواتهم ولسياساتهم وانكفائها على ذاتها يعد نوعا من الطمأنينة والتيسير للحكومات لتستمر في قبضتها على مقاليد البلاد دون تحد يومي في المجالات السياسية والصراع السياسي المعتدل. هذه باختصار كانت سياسة البنا، وقد استطاع الإخوان أن يستفيدوا في سنوات الحرب، فزادت عدد الشعب
وإن كان طبعا تحول اسمها في تلك الفترة من شعبة إلى أسرة. ويحلو لمن لا يفهم مصطلحات والعبارات التي يستخدمها الإخوان ولمن يخاصمهم ويتهمهم بشتى الاتهامات أن يستخدم المصطلح المستعمل في تنظيمات اليسارية فيسمي الأسر أو يصف الأسر بأنها خلايا، يعني كنوع من الإشارة إلى تشابه بينها وبين خلايا الأحزاب الشيوعية والجمعيات السرية. وفي هذا طبعا إشارة واضحة للمزاعم التي تقول إن الإخوان جماعة سرية، ووقائع التاريخ كلها تثبت أن الإخوان لم تكن جماعة سرية، وإنما بدأت بالعلن وسجلت من اليوم الأول في الأوراق الرسمية باعتبارها جماعة خيرية، وكانت تلتزم بقانون البلاد للجمعيات، وكانت تطبق أحكامه، وكان أعضاؤها غير مجهولين، وإنما كل منهم اسمه ورقمه وكل البيانات الخاصة به، بل واشتراكاته وما يساهم به في من مال أو من نشاط، كل هذا مسجل في الدفاتر وكله محتفظ به عند السلطات المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية أو أي وزارة كانت تتولى أمر الجمعيات الأهلية كما كانت تسمى في تلك الوقت في مصر، والميزانيات معروفة وموجودة وليس في أي سر. عملية الإخفاء الأعضاء لانتمائهم للجماعة هذا تطور متأخر لم يحدث إلا في عهد جمال عبد الناصر الذي بطش بالإخوان بطشة كبيرة في 54 ولفق لهم الاتهامات والقضايا، وأعلن بشكل شبه مباشر أحيانا وبشكل مباشر في أحيان أخرى أنه يهدف إلى القضاء المبرم على هذه الجماعة وأنهم سيبقون في المعتقلات طالما بقي هو حيا، وقد فعل ذلك في الواقع ولم يخرج الإخوان من المعتقلات والسجون أو من بقي منهم حيا من المعتقلات والسجون إلا بعد وصول أنور السادات إلى الحكم وبعد وفاة عبد الناصر في عام 1970. هذه باختصار مسألة السرية والعلنية، يعني كان دائما الإخوان يعملون في العلن. صحيح أنهم في فترة طويلة لجأوا إلى إخفاء تنظيمهم أو ولكن كانوا مضطرين لهذا، لأن أصدرت محاكم أو أصدر الحاكم قرارات صحيح ليس لها أصل أو سند قانوني سليم، لكنه أصدرها وفعلها بتحريم تكوين الجماعة الإخوان، وأحيانا باعتبارها مسؤولة عن الإرهاب. فهذه كلها كانت تعرض حياة الأفراد إلى الخطر أو إلى مشكلات أكبر من أن يتعايشوا معها، ومن ثم كان لابد لحماية من هذا التعنت وهذا الاضطهاد أن لا يظهر أحدهم أو بعضهم حقيقة انتمائه. ولكن لم يكن أبدا منهج السرية أصيلا في دعوة الإخوان، بل إنه لم يوجد بالمرة في أدبية الإخوان، إنما كان الافتراض أنهم يعني يدعون على الناس على الملأ، وأن كل شيء مكشوف
صريح وواضح. هذه في عجالة مسألة السرية. نعود إلى مسألة أخرى وهي ما الذي حدث في سنوات الحرب استكمال البناء الداخلي. تطرقنا إلى هذا من قبل لكن ألخصه في الهيكل الأساسي لتكوين الجماعة. أصبح تتكون من أسر التي كان يطلق عليها شعب، وهي تجمعات الأعضاء في الأماكن المختلفة في طول البلاد وعرضها. وطبعا الرؤية أن لا تكون ضخمة وكبيرة حتى يحدث الاندماج والتكامل بين أفرادها بشكل أقوى. فكل أسرة كانت في المعدل تتكون من 5 أو 6 أفراد، ورئيسها نقيب الأسرة. ومن مجموع الأسر في أي مدينة تتكون شعبة المدينة أو قسم الخاص بالمدينة من الإخوان. فكانت كما قدمنا المؤتمرات الدورية التي عقدت تقريبا كل 2 أو 3 كانت منفذا لمناقشة السياسات والأمور الهامة للدعوة ولمسيرة الإخوان. ومع زيادة أعداد الناس ووجود هذه الأسر في كل مكان أصبح من الصعب بل من المستحيل أن يجتمع كل الإخوان في مكان واحد، وأصبحت من المشقة المزعجة أن يطلب من الناس من أقصى شرق البلاد أو أقصى غربها أن يتوافقوا جميعهم ويتجمعوا في القاهرة. فهذه مسألة صعبة جدا ومكلفة ولا وباهظة التكاليف. ولتفادي هذه المشكلة وإيجاد شكل عملي لقاء سنوي للإخوان، رأى البنا وإخوانه أن يشكلوا جمعية عمومية للإخوان سموها الهيئة التأسيسية. والهيئة التأسيسية بدأت ب100 عضو اختيروا من الإخوان الأوائل أو أصحاب الفترات الطويلة في العضوية، ومن العناصر الكفأة الكفاءات، يعني معايير الانتقاء أو الاختيار بناء على الأقدمية، بعد ذلك الكفاءة والقدرة والنشاط في خدمة أهداف الجماعة وفي القيام بواجباته، ثم بعد ذلك رعي أيضا التمثيل الجغرافي أن يكون كافة مناطق القطر المصري ممثلة في هذا الكيان. للهيئة التأسيسية أهم وظائفها هو وضع سياسات الجماعة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات ومراجعتها عند اللزوم. وهي تجتمع بشكل ضروري وأساسي مرة في العام على الأقل، لكن المرشد العام هو رئيس الإخوان، يعني له الحق في أن يدعو الجمعية أو الهيئة التأسيسية للاجتماع في أوقات غير ذلك، يعني مرة أو أكثر غير الاجتماع العمومي، وذلك عند الضرورة عندما يكون هناك جديد أو شيء يحتاج للمناقشة أو التفعيل أو المراجعة، فيطلب المرشد اجتماعا ويجتمع 100 عضو ليناقشوا ويحللوا. وإلى جانب الهيئة التأسيسية
هناك لجنة هي لجنة العضوية، وهي مكونة من 7 أفراد، وهي مكلفة بدراسة إمكانية زيادة أعضاء الهيئة التأسيسية وتزويدها بعناصر جديدة لتواكب ما يحدث من تطورات ومن توسعات في كيان الجماعة. وقد تمكنت عبر السنوات التالية من اختيار 50 عضوا آخر، فأصبح العدد النهائي للهيئة التأسيسية قبل أن توقف عن أعمالها هو 150 عضو، يمثلون الأقاليم المختلفة في مصر، وهم يمثلون الكفاءات المتنوعة لدى أعضاء الجماعة. هذه نأتي للهيئة التأسيسية، وطبعا كان هناك عليها واجبات، وكان أيضا مع الهيئة التأسيسية يوجد الهيئة العليا لإدارة شؤون الجماعة، وسميت من مكتب الإرشاد. ومكتب الإرشاد يعطى بمثابة مجلس الإدارة الذي يدير الشؤون اليومية للجماعة. فهذه بصفة عامة أهم المقسمات لهذا النظام، وهي فيها عدم التعقيد والمباشرة، ثم التكامل بين الوحدات المختلفة. نعود بعد الحديث عن التكوين الداخلي للجماعة لنتحدث عن بعض المؤسسات التي رؤية إنشائها لتكمل ما تحتاجه الجماعة من أدوات لتحقيق أهدافها. وكان طبعا من أهمها قسم الأخوات المسلمات، قد تحدثنا عنه سلفا، ولعلنا نعود في حلقة قريبة لنلقي مزيدا من الضوء عليه. ثم هناك وحدة أو قسم في داخل الجماعة أثار من الجدل الكثير، وانقسم الناس الآن إلى مشجع ومعارض. وهذا القسم هو ما سمي بالنظام الخاص، النظام الخاص، والذي شاء الله له بعد ذلك أن يسميه البعض النظام السري. هذا مرة أخرى للتأكيد على سرية هذه المؤسسة أو هذا الجهاز، بينما الأولى والأقدم هو الجهاز الخاص، وذلك لأنه كان ذا طبيعة خاصة، وكان يعني يقوم على اختيار دقيق مدقق من بين الأعضاء العاملين في الجماعة، ويعد لهم برنامج خاص التربية ولشتى القطاعات الموجودة في الجماعة. هذا النظام بدأ تأسيسه في عام 1940، وقد اشتهر بين الكتاب وبالذات خصوم الإخوان باسم النظام السري، وذلك لأنه كان عضويته غير معروفة عند الجميع. وطبعا هذا يختلف عن علنية العضوية بالنسبة لأعضاء الجماعة بصفة عامة،
وسنبين لماذا هذه السرية. وقد تعرض هذا الجهاز وما زال إلى الآن إلى حملات شعواء تحاول أن تلصق به كافة الانتهاكات والأعمال الخارجة عن القانون أو ما كان من باب الدعاية المدمرة المضادة للإخوان، والتي حاولت أن ترسم صورة شيطانية لهم في أعين الناس، ولهذا سنتحدث عنه بتفصيل كبير وفي معرض حديثنا عن هل الإخوان جماعة إرهابية أو أنهم غير ذلك، وسيكون هذا إن شاء الله في اللقاءات القادمة. Yeah.